السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم التعليمية كود بورتال. موضوع الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم على قواعد تسمية الفاريابلز داخل الميموري، أو قواعد التسمية عموما داخل الميموري أو داخل البروجرام لانجوج بتاعنا. أول قاعدة لازم ناخد بالنا منها، أولا هنقول اسم الدرس rules، نعملهاش كده عشان نكتب التعليق اللي احنا عايزينه. Rules of naming variables. ماشي يا شباب؟ طيب أول قاعدة لازم ناخد بالنا منها، لما نيجي نسمي variable، variable name must begin with letter or under score. بمعنى يعني مثلا انا بعمل عن variable كده x واقول له بيساوي 5 مثلا، او ان انا اقول له under score x بالمنظر ده، سواء كده صح او كده صح. يبقى شرط ضروري جدا ان اسم الفاريبل يبتدي باكس او يبتدي بعلامه اندرسكور زي هنا كده، كده صح وكده صح. انما ما ينفعش ابتدي فاريبل كده 6 اكس بيساوي 5. طب تعال نوقف دي الاول ونعمل ران، نوقف الكود ده كده على العمل ونعمل سيف ونرن البروجرام. سوري، نعمل نوقف ال... نعمل نعمل بيلد بالبايثون، عشان كنت شغال بيلد بحاجه ثانيه، ونعمل كنترول بي تاني. تمام، اوكي، ما ادانيش اي ايرور. خلاص، هو طبعا ما طلعليش اي ريزلت عشان مش عامل برنت، مش قضيتنا دلوقتي برنت. طب انا لو جيت وقفت شلت الهاش دي وشغلت البروجرام دوت، نعمل سيف، تعال ران، عمل ايه؟ اداني ايرور، اداني ايرور على السطر دوت. ما ينفعش ان انا ابتدي اسم الفاريبل بنمبر، اهو فاريبل نيم ماست بيجن وذ ليتر اندر سكور. ماشي كده يا شباب؟ يبقى ده كده خطأ، يبقى نوقفه على العمل عشان ما يجيليش ايرور. طيب ايه هي القاعدة التانية؟ نشوف مع بعض. نمبر 2 variable name shouldn't contain any symbols يعني ايه any symbols؟ يعني ما ينفعش ان انا لما اجي اسمي variable هسميه مثلا name dot x يساوي مثلا 7. هل الكلام ده ينفع؟ تعال نجرب كده. run، اداني error برضو على السطر ده. يبقى دي تاني قاعدة، يبقى اسم ال variable ما ينفعش يحتوي على symbol. تمام، طيب نوقف دي عن العمل عشان ما يجيش error. القاعدة اللي بعدها number 3، نمبر 3 don't use space. ما ينفعش نستخدم space، يعني ما ينفعش اجي اسمي variable وليكن name، او اقول له your name بيساوي محمد، واعرفكم ايه الكوتيشن مارك دول في الدرس اللي بعد كده ان شاء الله. طيب تعال نجرب كده، نرن، اداني ايرور. طب دي نعالجها ازاي؟ طب افرض ان انا عايز استخدم الكلام دوت، يبقى هنا الحل ان انا بدل ما اقول لي يور نيم ما بينهم سبيس احط علامه اندر سكور. تعال نشغل كده، ما ادانيش اي ايرور. تمام، طيب يبقى السبيس ما ينفعش. طيب نمبر 4، ان ممكن فاريبل نيم can use، ممكن نستخدم فيه letter or number or underscore. نرسمها كده خلاص، يعني ينفع التلاتة. سوري، انا ما وقفتش السطر ده على العمل، اعمل له بريسيد الهاش. طيب تعالوا مع بعض نجرب كده، يعني ايه يعني الرقم ممكن نستخدمه؟ طبعا احنا هنا ما ينفعش نستخدم رقم عشان في اول الكلمه، انما لو انا جيت استخدمت قلت له نيم او نمبر، تعالوا كده نمبر 3
equal 5 برضو عادي خالص تعمل رن كده اشتغل معايا عادي اهو مفيش اي ايرور. انما لو قلت له 3 number equal 5 تعالوا كده نرن اديني ايرور عليه. يبقى ما ينفعش نبتدي بايه؟ بنمبر 5. القاعده اللي بعدها نمبر 5 مش كده يا شباب؟ بيقول لك ان هو it is preferable يعني يفضل تمام variable name reflects it is content. بمعنى ايه؟ ما نحطهاش بس عشان ما ينفذش الصوت ده. يعني يفضل لما تيجي تسمي variable في الميموري تجيب اسم يدل على محتواه. بمعنى انا مثلا اسجل variable number ما اروحش اقول له name بيساوي 5. هو مش غلط بس انا هاجي بعد كده استخدم ال variable ده هتلخبط. افرض ان انا عندي variable بيدل على name و variable بيدل على number رحت سميت ده عكس استخدامه. يعني مثلا number سميته name والname سميته number فهلخبط نفسي. فالافضل ان انا لما اجي اسمي فاريبل اجيب كلمه تدل على محتواه حتى اللي هيجي يشتغل بعدي هيبقى فاهم ان الفاريبل ده من غير ما يبص على الكود هيبقى فاهم الفاريبل اللي اسمه كذا ده بيستخدم لكذا. يبقى انا بجيب كلمه تدل على محتواها. خلاص. طيب اهم قاعده عندنا بقى خلاص اهم قاعده عندنا نمبر 6 دونت. نوقف بس على العمل هقول له نمبر 6 don't use reserved word. يعني ايه reserved word؟ عندي بعض الكلمات محجوزه اوريدي في الميموري. يعني ايه محجوزه في الميموري؟ يعني اقول لكم مثال بسيط. يعني كلمه print ينفع ان انا اقول له print تساوي 5. طبعا كلمة print كلمة محجوزة في الميموري. خلاص انا جيت استخدمتها ان هي variable بعلن عنه. طب ما كده الكمبيوتر هيحصل فيه duplicate. ان هو فاهم ان print دي للطباعة داخل لغة برمجة بايثون. لما تيجي تستخدمها في variable هيديك error. اهو تعالوا نشغل. تمام. طبعا احنا ما وقفناش دي على العمل 912. طيب نشيل الكود ده بس عشان ما يدينيش ايرور. ماشي هنشغل. وطبعا رافض. ماشي نشغل تاني. هو في كود هنا انا طبعا هو رافضها عشان خاطر كلمة print دي مش موجودة عندي في ان هي كلمة محجوزة داخل الموديل. اهي شاور اللي عليها. تمام كده يا شباب. طب انا اعرف كل الكلمات المحجوزة منين؟ طبعا موضوع بسيط. من كتر ما انت هتستخدم البايثون هتبتدي تتعلم وهتبتدي تاخد على الكلمات المحجوزة. او ان انت عايز تعرف ايه هي الكلمات المحجوزة داخل الميموري ممكن تفتح جوجل وتكتب keyword in the بايثون. تمام هيظهر لك كل الكلمات المحجوزه داخل بروجرام بايثون. تمام فياريت ندور عليها ونشوف. طبعا من ضمن الكلمات المحجوزه برضو للمعرفه كده سريعا كلمه import. خلاص import من الكلمات المحجوزه برضو ما تنفعش تستخدم. كلمه for ما ينفعش وهناخد الكلام ده ان شاء الله. if ما تنفعش. اوكي الكلمات المحجوزه كتيره ممكن تبحثوا عليها عشان تشوفوا ايه هي الكلمات اللي ما ينفعش ان هي تستخدم. ويفضل ان انت تستخدم underscore قبل الكلمه اللي انت شاكك ان هي ممكن تكون محجوزه. يعني عشان انا استخدم كلمه print ممكن اقول له underscore print يبقى انا كده خليت الكلمه دي محجوزه داخل الموديل. ان شاء الله الدرس يكون عجبكم واستفدتوا منه ونكمل ان شاء الله في الدروس القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.